إذن ربي عز وجل قال لعلكم تذكرون ففروا إلى الله. يعني يشوف الحكاية كاملة في الدنيا من اللي يبدأ الصراع بين الحق والباطل، وخلق ربي عز وجل هذه السنة وجعلها اهبطوا بعضكم لبعض عدو، والإنسان ما عندوش مسلك إلا الفرار إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول ابن عادل صاحب كتاب تفسير اللباب، اللباب في تفسير أي الكتاب، في قول الله تبارك وتعالى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة إنه يراكم. شوف هنا ربي كي قالك بلي كاين حرب بينك وبين الشيطان، واش قالك؟ قالك بلي عنده الشيطان عنده واحد السلاح حتى ما تقدرلوش، يعني انت راك خاسر في البداية. قال له إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، انت عدو تاعك ماكش تشوف فيه. وعلى هذيك الشيطان من داك تحت دخلك تقول لي دارها الشيطان، دارها جاك ما انت ما شفتوش كي جاك، دار لكم بيسكاد ما شفتوش، ثم هو جاك بواحد الطريقة انت ما فقتلوش. ولهذا الآن احنا واش قول ابن عادل؟ قول شوف، قول هذه حرب الانسان خاسر فيها 100%، لانه الشيطان لو يشوفك هو القبيل تاعو هو جماعته يا يشوفك منين يجيك يقولك هذا ويزعف بزاف، دوك نقعد له واحد يومين ثلاثه يطلق مرته. وهذا واش راه يدير؟ يحب الشهوات بزاف، يومين ثلاثه يطيح في الفاحشه. هذا يحب المال بزاف، يومين ثلاثه يسرق ولا ينصب ولا ياكل الحرام نوكله. فيعرف نفسيتك يعرفها، قاريك، شفت واحد قاريك؟ قاريك يعرفك مليح، يعني سوقك بواحد الطريقه انت ما تفيقش، وقادر لعبك يجيك للدار يقول لك روح نصلوا، وهو يسوقكم بعد من الصلاه يديك. فاذا الان هذا الابليس انت ما حش تقدر له، قد ما تكون قافز وفاهم وعندك ما عندك ما تقدرش. واش قال ابن عادل؟ قال فلا مناص، ما كاش هربه، ما كاش هربه من هذا، الا لازم تتصل تجيب القوه منين؟ تتصل بمن يرى ابليس وابليس لا يراه وهو الله. ولذلك ماذا قال الله عز وجل؟ واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. ما تقولش وراه ابليس نضارب له، وراه وراه ما يقدر ليش، انا ابليس خلاص كتفته، دير له والو، انت لازم لك تتصل بالفوق، ومن الفوق يضربوه، تجيه الضربه من الفوق. لا ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، ارجع الرب سبحانه وتعالى. اذا ما نزلت بنا مصائب ولا ابتلاءات ولا ظلت افهامنا ولا اختلف الناس واحنا ما عرفناش الحق، حرنا وكيفاش نعرفوا الحق، ولا ان ضعف الايمان وغرقنا في المعاصي ومشينا في دنيا تلفتنا عن طريق رب العالمين. عندنا حاجه نرجع اليها، يصلح الله حالنا الرجوع الى الله. ففروا الى الله، وكلمه ففروا الى الله تزيدك حبا في الله. لماذا؟ لانه ما كاش حاجه تخاف منها الا وهربت منها الا الله. تخافه عندما تخافه تهرب اليه، تهرب لعنده، لانه انت تخاف ربي، البطش بطش الله، والجبار هو الله، وهو القاهر فوق عباده، وبيده ملكوت السماوات والارض، وهو الذي يطوي السماوات والارض بيمينه سبحانه وتعالى، ولا احد يستطيع ان يجابه الله عز وجل، والقوه قوه الله، والعظمه عظمه الله، والرزق بيده، والهناء بيده، والعافيه بيده، ورفع البلاء والهم والكرب بيده سبحانه وتعالى. اذا لا رجوع ولا فرار الا اليه سبحانه وتعالى، ففروا الى الله ولا نجاة. قال العلماء، يقول العلماء كل ما يصيب البشريه، كل ما يصيبهم في هذه الحياه انما يعني حلها ومناصها ونجاتها في كلمه ففروا الى الله، نرجع لله سبحانه وتعالى. اذا رجعت لربي عز وجل الله سبحانه وتعالى يفك عليك كل ما هو من كروبات وضيق وهموم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفعها عنا وعن المهمومين. يقول الله تبارك وتعالى ففروا إلى الله إني لكم نذير، إني لكم منه نذير مبين. شوف خطاب الأنبياء، الأنبياء التعريف بأنفسهم والتعريف بالله، يعني يقول لهم أنا مهمتي نذير ومبين. وتكلمنا على كلمة نذير، إنما أنت منذر نذير لكم بين يدي عذاب شديد. كلمة نذير هذه، كلمة نذير فيها معنى، عندها بعد كما يقول العلماء. وشنو هو البعد نتاعها؟ معناتها شوف احنا الآن نكونوا قاعدين، ويقول لك باللي كاين يعني في مؤسسة معينة ولا مكان عمومي كاين حاجة يسموها باش يهربوا الناس، يصير حريق ولا صفارات الإنذار، يعيطوا لها إنذار. الإنذار يكون في ماذا؟ في شيء مستعجل،
في شيء مستعجل. ولذلك ما بعث الله الأنبياء منذرين في أقوامهم إلا إذا كانوا الأقوام ساكن غرق وراحوا في في حالة مستعجلة يلزمهم الإنذار، إنذار تنذرهم بعذاب الله عز وجل حتى يخافوه. نكمل بعد الأذان إن شاء الله.